كابتن بلال ألف مبروك، الله يخليك. الله فوز زي ما قلنا مهم وضروري زي ما قالوا كابتننا قبل الذهاب لكأس العالم مباشرة إن شاء الله. بس كان عندك تعليق على الكلام بتاع الكابتن عادل بتاعت حتة المراكز وتغييرها يعني، فممكن نتكلم في الحاجتين. لا أنا أقصد أقول يا كابتن، يعني كابتن عادل بيتكلم كلام محترم جدا، هو بيتكلم على إن المراكز أصبحت مبروك الأول متشابهة. الله يبارك فيك عليه على المكسب. يعني عايز أقول لك إيه؟ لا والله يا ابو، لا والله يا ابو، انا قلت حاجه. اتفضل يا كابتن. لا اتفضل يا كابتن، اتفضل كمل يا بني. كمل، اتفضل يا كابتن. ماشي يا كابتن عادل، حاضر. خلينا نضحك. يلا. لا لا ما اقصدش، بس احنا مبسوطين الحمد لله رب العالمين. عارف انت حبيبي يا كابتن. لا ومبسوطين بعد ماتش الزمالك بتهيألي. احنا مبسوطين بزياده. الحمد لله كده حلو. الحمد لله كده رضا. الحمد لله بينك وبين الخامس 11 نقطه. الحمد لله رب، الحمد لله رب العالمين. مش علاقه بالثاني والثالث دلوقتي. لا لا احنا ولا الرابع. ايه ولا الرابع؟ احنا خايفين عليه ينزل بس. لا لا ربنا يستر. لا 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 انا احتاج لو لا انا عن نفسي اقدم احتجاجك. خلينا في الماتش، هطالب بالغاء الدوري الحقيقه. خلينا في الماتش، خلينا في الماتش. خلينا في الماتش يا كابتن. كابتن عادل بيقول كلام محترم. هو بيتكلم عن الوظائف بتاعت اللعيبه. أيوة. في الملعب. انا مختلف في جزء معين. بص انا اتفق معاه في اجزاء كتيره، بس اختلف في حته بس بسيطه صغيره. يعني الاجزاء اللي نتفق فيها مع كابتن عادل ان هو اتكلم كلام واضح، بيتكلم عن اللعيبه اللي عندها مهاره وسرعه وقوه تقدر تشتغل في اي مركز. مظبوط. ده مليون في الميه. بس خد بالك في مراكز في الملعب حساسه. بعض المراكز. بعض المراكز مش كل المراكز. يعني انا النهارده مثلا هقول لك على حاجه يا كابتن، انا النهارده دايما الوينجرز تمام، سواء اذا كان الرايت باك والليفت باك، الليفت وينج والرايت وينج، هو دايما بيلعب ضد اثنين مش واحد، بيلعب ضد الخط بيلعب ضد اللعيب في الخصم في الملعب. فمهم جدا جدا خد بالك على حته نقطه الليفت والرايت في الباكات بالذات، يعني تحديدا ان هو خد بالك العدله بتبقى مهمه جدا جدا جدا، لان فيها بناء هجمه، فيها دفاع، فيها وقفه، فيها حاجات كتيره جدا جدا. ممكن تستغله في بعض الاوقات انه يلعب في عكس اتجاهه اذا لازم الامر. خد بالك لو انت خلاص ما عندكش بدايل، زي ما كان بيلعب احمد فتحي زمان، زي ما كان يعني في لعيبه كتيره جدا قامت ببعض الواجبات دي، بس لازم يبقى عنده نمط دفاعي قوي جدا 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 جدا. يعني مش اي حد يعمل الحته دي، يعني ما ينفعش تجيب معلول بصفاته تحطه في الرايت باك، استحاله. مش هديك ب 10 جنيه تمام. لكن هو في الليفت باك مميز، مميز جدا. طب هل ينفع يلعب وينج؟ لا. ليه؟ لان عالي من مميزاته الانطلاقات بتبقى جامد. هو بيحب ينطلق، ما بيحبش يستلم بضاء، يعني بيجي من غير كوره. ايوه يا كابتن، بيجي بيحب يجي من غير كوره. أيوه. فعشان تجيبه يلعب وينج هتبقى صعب عليه، هتبقى صعبت الدنيا كلها عليه. أيوه. هو عايز يبقى فري حر. أيوه. يجي ينطلق من الخلف فوق. للامام. بزبط. يبقى فري، يقدر يعمل سبرنت، يشوف يبقى عنده رؤيه كويسه، يبقى كاشف الملعب. صحيح. عشان يقدر يديك ال 100% او 90% الحته الهجوميه. صحيح. تمام. انما نستعين بيه في الوينج في بعض الاوقات، ممكن تستعين بيه في الوينج في بعض الاوقات. ما هو علي معلول بيلحق بجوان، بيخش ال 18 وبيضم الجو وبيبرز حرب. انا بقول بيخش ال 18. لكن المهام الرئيسيه دي تمام، يبقى بتبقى يعني محتاجه تخصصيه قوي. يعني لعيب متخصص في الحته دي عشان يديك، خاصه خد بالك في الانديه الكبيره. ليه؟ لان الانديه الكبيره ما بتحتملش الاخطاء البسيطه.